أقدم سوق ديال الزرابي اللي كاين في مراكش بالنسبة للمعلومات اللي خدينا من عند الأجداد ديالنا وداك الشيء، هو كان في الرحبة القديمة. كاين تابع منطقة الرحبة القديمة، في كاين دابا الرحبة القديمة كيبيعوا فيها تتسمى لا بلاص دي زيبيس. وهذاك السوق كانوا تيجيو الناس من جميع أنحاء المغرب، وكاين الدلالة تيجيبوا المنتوجات ديالهم. قبل من واحد الوقت كانوا تيجيو تيديروا دي تروك، تيديروا مقايضة، ومع مرور السنوات وداك الشيء ولاو تي الدلال تيبيع، كل واحد تيزيد حسب الجودة ديال المنتوج. كاين منتوجات اللي تتسمى ايت واوز كيد، وهي المناطق ديال تازناقت كتنتمي للمناطق التاليوين، كتنتمي ديك المناطق لو سود. وكاين مناطق ديال الخميسات، مناطق خنيفرة، كلهم تيجيبوا الزرابة ديالهم لمراكش، لان مراكش كان هو السونتر كوميرسيال موندي ناسيونال انترناسيونال. الانواع ديال الزرابي، كاين الزرابي الاطلس المتوسط، وفي ما يسمى، وكاين الاطلس الكبير، وكاين الصغير. كاع مناطق تسمى الزرابي، كنسميوه حنا الزرابي البربريه، وكاين واحد الزرابي تسميوه حنا الزرابي العربيه، هي الزرابي ديال الرباط وفاس، هذوك تيتسموا اكسترا سوبيريور. اما هذوك الزرابي اللي كنسموه بحال تازناقت تسموهم ايتوا وزكيد، كاين واحد المنطقه سميتها ايتوا غرده، عندهم زرابي كيمتازوا بواحد الزواقه، هذيك الزواقه كتمثل لا تراديسيون ولا كولتور ديال المنطقه اللي كتجيب لنا هذيك الزربيه. دابا السوق اصبح عنده فروع، ما بقاش السوق مجموع، ولا السوق تخرجي من السوق تلقاي دكاكين مختلفه. هذا مثلا هذا المكان تابع للسوق. دابا الناس اللي عندهم مثلا محلات في السوق ولاو داروا فروع خارجين على السوق، ولكن تيتسمى هو السوق باقي لحد الان. الدلاله تتبدا من وراء العصر، صوف الجمعة ما تخدمش. الدلالة كاين النساء تجيب مثلا جوج ديال الزرابة ولا ثلاثة تعطيهم، من بعد الدلالة اللي تعرفوهم وداك الشيء، داك الدلال تيدور على الحوانت، هذوك الحوانت كل واحد تيقيم داك الثمن، والاخر تيعطي واحد الثمن زيد عليه، والاخر اللي تيتلى عنده الثمن الاخر تيكون مشاورة، تيتشاور مع مولات الزربية، تيقول لها دابا هاد الثمن ديال الزربية ها وصل، اشنو قلتي؟ تتقول لي اوكي ولا تتقول لي ما نبيعش. باقي ما تبدل في السوق والو. وبالنسبه مثلا ليطا هاملينو، ما عاطينوش قيمه، ومع العلم هو السوق تيلعب واحد الدور اقتصادي اللي هو هائل في المجتمع المغربي، واللي شيفر دافير ديال العمله الصعبه اللي كيدخلها السوق ديال الزرابه، ما تدخلهاش قطاعات اخرين في مراكش، ولكن سي دوماج هاملينو هاملين الناس ديالو. السوق باقي كما هو، ولكن عاود من اش غادي نقولوا بالدارجه، من كرف الى اكرف. اما النصارى اون جينيرال تيجيو لامريكا، اللي فرونسي كاع طول مون تيجي هنا تيقول لك بغيت نشوف الزرابي المغربيه، كيعطيوها قيمه كبيره، لان كيعرفوا شنو هي، تيعرفوا القيمه ديالها. حنا ما عطيناهاش قيمه، دائما كاين الجوده، الصوفه كامله جوده، الصوفه نازله من الجنان عمس، ما عمر تيطيح لها لا فالور ديالها، غير انما في اطار المعاملات هذا الشيء تينباني على مثلا العرض والطلب. اذا كان العرض قليل مثلا والطلب كثير تطلع في الدلاله، واذا كان العرض كثير والطلب قليل تتهبط بواحد البورسونتاج، اما هي ديما عندها قيمه. هذا السوق، هذا سوق الزرابي اللي معروف عالميا ماشي وطنيا، راه ولا مهمش، وفيه على ما يزيد 53 محل تجاري، وكل محل تتلقى فيه خدامه أربعة الناس، خمسة الناس، سيا خمسة العائلات على الأقل. دابا راه ولا مهمش بزاف. رسلنا سعادة الباشا، عندنا بعض الشكايات اليوم المجلس الجماعي الجديد لعمود العمدة المنصورية، الله يخليها لينا، باش تجي تشوف واحد الالتفاتة ليه، السقف تاعو اللي ولا يكون له هو فيه الزنك، زعما واحد السوق لا يرتى له. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.